تتذكرون الرابط العجيب؟ البرنامج اللي كانوا يحطونه على سبيستون، اللي يبون شيئين شيء اثنين ما لهم خص بعض بس بطريقة غريبة عجيبة يسوون رابط بينهم. كلام اليوم شوي مثل الرابط العجيب، ببدأ باللقافة مرورا بكلمة نعم وبنتهي بكلمة سوي اللي عليك. في البداية في اللقافة يعني فضول، في مثل يقول اللقافة ثقافة، ما أدري إذا أنتم سمعين هالمثل من قبل أو لا، بس أنا عن نفسي هالمثل ما يمثلني، ما أقدر أنفذه في حياتي. أحس لو فيني فضول شنو ما أقدر أتلقف، ما أقدر أسأل، لدرجة أن حتى سناب شات أحس أني ما أقدر أستخدمه، لأن لما تشوف صورة أو فيديو أحس أن في أشياء خاصة المفروض ما أشوفها، أحس أني قاعدة أتلقف. فأنتم متخيلين كمية الفضول اللي فيني اللي بطلعها بس مو بقدرة. لكن عقب ما بديت فيلم ميكينج لقيت طريقة إن أطلع الفضول اللي فيني. مثلاً في البداية في الجامعة لما البروفيسور يقول لنا سووا انترفيو مع أحد أو سووا دوكيومنتري عن حد، على طول مني في بالي الناس اللي فيني لقافة أعرف عنهم، الناس اللي تشي في سؤال يقرقع في قلبي بسألهم إياه. فاللقافة ساعدتني أتخطى حاجز أنا كنت حاطته حق نفسي. وبعدين حتى في الشغل احس الاعلاميين عموما يقومون الصبح شي يروحون الدوام عشان يتلقفون، يقومون الصبح عشان يكونون ويه بليته. خلوني اعطيكم مثال. مثلا الحين لو حد واقف وماسك تلفونه واسر شي اروح اطل في تلفونهم، لو مثلا واحده شي قاعده بعزيمه او حفله ما يصير شي اروح اقعد عندها اقول لها شلونك اخبارك، شلون انت علاقتك مع امك وابوش، علاقتكم زينه؟ ما يصير، هاي لقافة. لكن لو انا مثلا قاعده اصور دوكيومنتري اروح احط كاميرتي عند التلفون عادي، لان انا قاعده اصور دوكيومنتري عنهم متوقعين ان انا بصور اي شيء قاعدين يسوونه. لو واحده قاعده اسوي عنها انترفيو بروح بسالها اي سؤال بتتقبله، لان هي متوقعه ان تيها مني اسئله. ففجأة لقيت نفسي أسأل أسئلة اللي عمري ما سألتها، فجأة لقيت نفسي أشوف وأروح أماكن ما كانت بتجيني الفرصة لو ما كنت أسوي أفلام. فالأفلام ساعدتني أتخطى هالحواجز. فيعني باختصار أحس يحق للإعلاميين ما لا يحق لغيرهم. خلوني أعطيكم أمثلة على أشياء ساقتني اللقافة لها. فأنا اشتغلت على مشروعين، المشروع الأول بدر فيلم وثائقي. اللقافة قادتنا أنا وزميلاتي سارة السعدي وماريا السامي إن نصور فيلم في مدرسة صبيان ابتدائية. يعني شو اللي حدنا؟ أنتم ما متخيلين كمية الفوضى اللي كانت في المكان. بس لأن فبعدين عقب ما بدينا صورنا الفيلم وحسيت ان جاتني فرص ما كانت بتجيني لو ما كنت اصور هالفيلم. سمعنا قصص من اليهال اول مره نسمعها في حياتنا. فحسيت ان الافلام قاعده تخليني اتعرف واشوف واروح اماكن جديده. الافلام ساعدتني اتخطى حواجز انا كنت حاطتها حق نفسي. يعني هالمدرسه انا ما كانت بتجيني فرصه اروح مدرسه صبيان صغار لو ما كنت قاعده اصور فيلم. فبعدين الواحد لما يبدا يتلاقف تي فرص تخليه يقول يس حق هالفرص. الشخص لازم يبتعد عن كل الحواجز اللي مرسومه له، يحط نفسه برا على الكومفورت زون، لان الشخص اذا ما حط نفسه برا على الكومفورت زون ما بيتعلم. لان الشخص لما يخاف من المجهول ما بيروح مكان. وبعدين اللقافة في فيلم أنا ما أدري إذا أنتم سمعين عنه أو شايفينه اسمه يسمن. إيه الفيلم حق اللي ما شايفين الفيلم، قصته عن واحد حياته كانت مملة ما فيها ولا شيء، وفجأة قرر يقول يس حق كل فرصته، كل شيء، يعني أشياء سخيفة ومسخيفة كل شيء يس. إيه 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 طبعاً في الفيلم شوي إكستريم لكن حياته تغيرت للأحسن. فأنا أبيكم أنتم تقولون يس حق الفرص اللي تجيكم، أي فرصة تجيكم تقولون لها يس، تقولون لها نعم، لأن بتكتشفون بتشوفون أبعاد ثانية ما توقعت إنكم بتشوفونها. لأن عقب ما تقولون يس ما تدرون وين بينتهي فيكم المطاف. فاللقافة ممزوجة مع كلمة يس قادتني أشتغل على فيلم الثاني. الفيلم عن الفنان عبد العزيز يوسف اللي هو موجود مني.
اشتغلت على الفيلم مع زميلتي روضة المقيصي. انا ما ادري اذا انتم سامعين عن كرتون اللي بحرف الكيو، الشركه اللي اسسوها راشد الكواري وعبد العزيز. انا كان فيني لقوف ان بعرفهم على شنو قاعدين يشتغلون، شنو يسوون. بعدين هم اثنينهم فنانين، انا كان ودي اعرف مثلا يعني عبد العزيز فنان كرتون وفنان يعني فنان تشكيلي. انا ودي اتعلم زياده، ان انا بعد احب الفن، فودي يعني اتعلم على طريقه رسمهم وكذي. فلان انا وزميلتي، لاني اقول يس حق كل شيء، انا وزميلتي روضه المقيصيب قلنا يس يلا خلينا نصور الفيلم. ولاني قلت يس حق تصوير الفيلم، قلت يس حق كل شيء بيتبع تصوير الفيلم. قلت حق يس اني اروح اشيل اكويبمنت ثقيله واركبها واحطها، قلت يس حق اني اروح مع اهلي كوميك كون ودبي عشان اصور الفيلم، عشان في النهايه يطلع الفيلم في الطريقه اللي نبيها. فلما قلت يس حق تصوير الفيلم، في اماكن واشياء وايد ما كنت بتعرف عليها، في وايد اشياء وفرص ما كنت بشوفها. وبعد ما اشتغلت على الفيلم جاتني فرصه، ويعني اتشرف اني اشتغل على حمله رانسيد السلامه المروريه. ما ادري اذا انت اللي شعار الحمله او الهاشتاج مالها سوي اللي عليك. انا ما ادري اذا انتم مني سامعين عن الحمله او عندكم فكره عنها، بس انا ابيكم كلكم تدخلون على رانسيد على على يعني انستغرام وتويتر WRANSADE، او تشيكون الهاشتاج سوي اللي عليك عشان تعرفون اكثر عن الحمله. الحمله بدت لما راشد وعبد العزيز فقدوا واحد من اصدقائهم في حادث مروري، فحسوا انهم عندهم مسؤوليه، حسوا انهم لازم يسوون اللي عليهم. وانا فاي احس فيه الهام لنا كلنا، ان كلنا لازم نسوي اللي علينا. وخلال الهاشتاج سوي اللي عليك كلنا في شكل تفعيل حق دورنا كلنا، ان نسوي اللي علينا. بس لو الشخص مو لازم يسوي اللي عليه يعني حتى في حياته. وهالشيء بعد تعلمته من خلال صناعه الافلام. الحين انا رايحه اصور فيلم، ما يصير شيء اتوقع ان الارض بتنشق وبيطلعون لي كرو وممثلين وينزلون علي كوبمنت من السماء. لا، هاي الشيء ما يصير. الشخص لازم يسوي اللي عليه، الشخص لازم يتحرك عشان الدنيا كلها تتحرك وياه. صح كنت في البدايه اقول لكم يس لما تجيكم فرصه قولوا لها اي، لكن بنفس الوقت الشخص لازم يتحرك، مرات الشخص لازم يخلق الفرص حق نفسه. ففي النهايه سووا اللي عليكم وشاركوا معنا في الحمله، لكن بعد سووا اللي عليكم بحياتكم، اشتغلوا وتحركوا، لانه مو دائما بتجيكم الفرص. انا ما قاعد اقول كل هالكلام عشان اقول لكم انا وين رحت وين جيت وش سويت، لكن لاني حسيت مريت بتجارب وعندي افكار ودي اشارككم فيها. فالربط العجيب هو ان اللقافه خلتني اسوي افلام، خلتني اتخطى حواجز انا كنت رسمتها حق نفسي، بنفس الوقت اعرف ان في حدود لازم ما اتخطاها. وفي النهايه لما تجيني فرص اقول لها يس، اقول لها اي، واخر شيء اسوي اللي علي واتوكل على الله. وانا قلت لكم سووا يس وقولوا اي حق كل شيء، لكن في النهايه لا تقولون يس حق كل شيء، عشان خصوصا الاكل لانه بصيرون متون. في شيء انا ودي اسويه واني اخذ سيلفي مع الجمهور اذا تسمحون لي. نعم. دلوقتي انا ذا كينج اوف سيلفيز، تمام؟ ده التايتل بتاعي. انت خدت السيلفي خلاص؟ اي خدتها خلاص. خدتيها تمام؟ خلاص يا جماعه، سقفه كبيره جدا 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 للطيفه.